أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كيف يكون الرد على من يزعم أن علماء السنة وأهل الحديث قد انقرضوا في هذه الأزمنة ولم يبق إلا أهل الآراء واليقيسة؟ نعم، الميدان موجود، دوروا لنا من المحدثين المؤهلين، دوروا لنا، ما فيه إلا ناس يطالعون في الكتب ويجيبون ما قرأوا، قد يكون صحيحا وقد يكون خطأ، قد يكون فهمهم صحيحا وقد يكون فهمهم خاطئ. فما بقي، ما فيما نعلم، يعني ما نحيط بالناس، لكن فيما نعلم أنه ما بقي من المحدثين بالمعنى الصحيح، ما بقي أحد. هاتوا لنا. نعم.